الليلة، نسأل الله التي بعث فيها صاحب الليلة اليوم، نسأل الله إلى منتدى حقوق الإنسان في تركيا، والتي تلاها سيد وزير العدل والحرية، وهي مشهورة في سيدي فرايس، وهي مشهورة في سيدي فرايس، وهي مقروءة في اليوتيوب. شكرا. المغرب بلد الحرية وبلد حقوق الإنسان من بفضل وجود مولانا الأمير في هذا البلد الكريم. اختيار المغرب لاحتضان هذا المنتدى اعتراف. اعتراف بتكريسه لحقوق الإنسان هو إنسان. تكريسه توجه دستور جريء لآليته المصنف. كلمة متمسكة بهذا الحق سبقت لها السقوط. حق بنى عليه الملك أتات